السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله متابعين قناة تفسير الأحلام مع رانيا، ومع موعدنا المتجدد مع تفسير اسم من الأسماء. واسم اليوم هو اسم لولو في المنام، وأيضا ما معنى اسم لولو في اللغة العربية، وما هي صفات حاملة اسم لولو، فتابع معنا. إذا شاهد الرائي اسم لولو في الحلم فتلك الرؤية تدل على قدوم الخير والرزق الواسع والمال الوفير للرائي. أما في حال سمعت الفتاة العزباء اسم لولو فهذا يعني أنها سوف تحقق كافة أهدافها التي كانت تسعى إليها. وعندما ترى المرأة الحامل طفلة صغيرة اسمها لولو في المنام فهذا يشير بأنها سوف تنجب قريبا من أنثى، بينما تشير رؤية السيدة المتزوجة اسم لولو في منامها بأنها سوف تحمل في القريب العاجل بإذن الله تعالى. رؤية اسم لولو تدل على التغيرات الإيجابية التي ستحدث في حياة الرائي، ويعني أن الرائي سوف ينجح ويتفوق في حياته الدراسية في حال كان طالبا. ومن شاهد في منامه اسم لولو فتلك الرؤية تشير بأن الرائي سوف يحصل على خير عظيم. وإذا رأت المتزوجة اسم لولو يعني أنها سوف تجني الكثير من المكاسب والأرباح. كما ترمز رؤية اسم لولو في الحلم عموما للفلاح والحصاد الذي سوف يجنيه صاحب الرؤية بأمر الله تعالى. وبعد أن تعرفنا على معنى اسم لولو في المنام، دعونا نعرف ما معنى اسم لولو في اللغة العربية. فاسم لؤلؤ اسم علم مؤنث عربي مخفف من لؤلؤ. واحدة تعني لؤلؤة، أي الدرة البحرية السمينة التي تستخرج من الصدف. واسم لولو هو الشيء السمين الغالي نادر الوجود. والآن ما هي صفات حاملة اسم لولو؟ هي إنسانة محبوبة بين كل الناس، وصاحبة شخصية مرحة ومحبة، وتملك روح يعشقها الجميع، محبة للحياة والمرح والحفلات، وتعشق الرحلات والسفر، تكون صداقات بأوقات قصيرة بكل من يعرفها ينجذب إليها، تعشق الضحك والهزار والفرفشة، تتميز بالبساطة والهدوء والراحة النفسية، محبة للخيال لديها خيال واسع. البنت التي يطلق عليها اسم لولو تمتاز بالجمال والرقة والبراءة، فتاة حساسة جدا ومرهفة المشاعر ورومانسية إلى أبعد الحدود، جذابة جدا وكل من حولها ينجذبون إليها لأنها شخصية ملفتة للنظر، طموحة جدا وتعشق العمل والنجاح والتفوق والوصول إلى أعلى المراتب والمناصب، تثق بنفسها ثقة عمياء ودائما يلجأ إليها الكبير والصغير لمشاورتها ومساعدتهم، إنسانة محبة للخير ومساعدة لكل من يحتاج إليها، تعشق السفاري والرحلات وتحب التعرف على كل الأسرار التي تتواجد ببلدها، وتعشق الرسم فهي تمتلك الكثير من المواهب، وتعشق القراءة، تعشق الأفلام الرومانسية والأفلام الهندية، تعشق الأغاني القديمة فهي تعشق الزمن الجميل والرومانسية، إنسانة متفتحة في آرائها وحكيمة جداً. وإلى هنا تنتهي حلقتنا ونلقاكم في تفسير جديد، فلا تنسوا دعمنا دائما بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم دائما كل ما هو جديد لنا. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.